أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم هذا الخبر. أعلن نادي باريس سان جيرمان عن افتتاح أكاديمية جديدة في الدار البيضاء في شتنبر المقبل. وأكد بيان للنادي الباريسي أن هذه المبادرة تسعى إلى نقل منهجية التدريب والتحضير الرياضي المعمول بهما في النادي إلى شبان المغاربة عبر الأكاديمية، وتعزيز العلاقات الرياضية للنادي مع المغرب. وأضاف أن الأكاديمية الحديثة ستكون بتمارين ومجهزة بالعديد من ملاعب كرة القدم، وستستقبل الفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة، علاوة على توفير تدريب ومرافق عالية الجودة لفائدتهم. كانت معكم بشرى الطوشي، دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء في نشرة مقبلة.